اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اليوم راح نبدي باحد المواضيع المهمه جدا بالاوبجكت اورينتد بروجرامينج باستخدام سي بلس بلس لانجويج اللي هي انهيرتنس. وبالحقيقه الفيتشرز انهيرتنس موجوده بكل الاوبجكت بروجرامينج لانجويج، اوبجكت اورينتد بروجرامينج لانجويج، جافا، سي شارب، و اني اوبجكت اورينتد بروجرامينج لانجويج. وحده من الفيري باورفل فيتشر. شنو نقصد بالانهيرتنس؟ بالحقيقه وعاده يعني كل المفاهيم اللي البشر يجي بيها هي مستوحات من البيئه والامور البيولوجيه اللي احنا موجوده عندنا. نفس فكره الوراثه، انه بيولوجيا احنا نورث خصائص ابائنا وامهاتنا، لون بشرتنا، لون عيوننا، لون شعرنا، طولنا، شكلنا، وهكذا. وهذه الخصائص تنتقل بالوراثه. اجوا قالوا هاي خاصيه الوراثه ممكن بالبرمجه هواي سهل لنا امور. وبالحقيقه الوراثه اللي نقصد بها الانهيرتنس وجدت بالبرمجة لغرض رئيسي واحد. هو شنو؟ هو عملية التصنيف، الكلاسيفيكيشن. يعني نقصد بعملية الانهيرتنس هي عملية كلاسيفيكيشنز للأوبجكتس. وبالحقيقة كل شيء موجود بالبيئة اللي دار مدائرنا هو مصنف، يجب أن يكون مصنف. شنو اللي يفيدنا التصنيف؟ التصنيف يفيدنا بانه احنا نبدي من very generic class لمور specific class. شنو اقصد ب very generic class؟ يعني مثلا من اجي اقول person، شخص، بشر، معناها تقول لي اوكي بشر معناها يتكلم، معناها يمشي، معناها عنده عينين، معناها عنده خشم، وهكذا. هاي generic feature to any human being. بس من اجي اقول مثلا تيتشر، تقول لي اوكي اذا تيتشر معناها شيء يدرس، شنو يا ماده. بدت الاختلافات مور سبيسيفيك، مو بزنس مان، بزنس مان ران بزنس مثلا. اوكي دكتور تريت بيشنت مثلا، تيتشر لا تيتش ويتش مثلا، مات تيتشر يدرس رياضيات. خلاص هذا تعرف بانه هذا تخصصه يدرس رياضيات. تبدي انه تخصص any person could have job title, could have role to play. هذه الخصائص اللي راح تخصص الشخص اكثر. يعني من نقول مثلا any person، انا اي طالب موجود بيكم ايضا person، لكن any teacher it's students. بس حددنا الرولز مال كل شخص. انا لازم اعطي ليكتشر مثلا، واحده من الفيتشرز مالتي الفانكشن انه جيف ليكتشرز مارك ستودنتس. انت لازم مثلا اتند ليكتشر، ابير فور اكزام، كونك ستودنت. تبدي هاي خصائصك. زين، بالحقيقه التيتشرز والستودنتس هما بيلونج تو وان فيري جينيريك كلاس اللي هو بيرسون. فهنا من اجي اقول الخصائص العامه توك، نيم، كلر سكين، اي كل هاي التفاصيل العامه الخاصه بالبيرسون ما احتاج اخليها سبيسيفيكلي بكلاس تيتشر ولا سبيسيفيكلي بكلاس ستودنت. ذير ويل بي وان جينيريك كلاس اللي هو بيرسون، وبيرسون راح تكون هاي الخصائص العامه. مثلا تيبل معين ب الاسم الثلاثي، اسم الام، الطول، كذا، لون العينين، لون البشره، لون الشعر، وهكذا. مثلا ذات ديتيلز، تفاصيل عامه عن الشخص. هاي التفاصيل عامه تو اني بيرسون، مشتركه بين التيتشر، بين الدكتور، بين البزنس مان، بين ستودنتس، بين اي شخص عام. تخلي هاي الفيتشرز كلها موجوده. هسه هنا من تجي تبني كلاس ستودنتس وتسوي له انهرتنس من كلاس بيرسون، كل هذه الخصائص راح تنتقل
الى الستودنتس. فراح بالستودنتس راح تكون عده تفاصيل: اسم الثلاثي، اسم الام، لون البشره، لون العينين، لون هذين التفاصيل. فقط مره واحده تخليها بكلاس. It can be available to any class inherited from that class. يعني أي class يسوي inheritance من person ياخذ كل هذه الخصائص. واضح أخوان؟ يعني أي class من صنف، شوف هنا من صنف person كونه بشر، ياخذ كل هذه الخصائص. وهكذا بالنسبه للانيمالز. وتعرفون بالبيولوجي بالحقيقه كل شيء تصنيف، الزواحف، الفقريات، الكذا، نفس الفكره بالضبط. يجون يقولون يا بالفقريات بيش مشتركه، كلها عندها عمود فقري. خلاص اذا شكوا حيوان عنده عمود فقري تابع للفقريات. انه بيجون اكثر سبيسيفيك، يبدون يصنفون وذن الفقريات تصانيف اخرى، حتى يقولون شنو، حتى لا تصير عمليه تكرار ما لها داعي، ما مبررة، لأنه نفس الخصائص موجودة بكل هذه الكائنات، ما نحتاج نعيدها كل مرة، نحتاج نخليها فقط بوان جنرك كلاس وخلص. بوان سنتنس نقدر نسوي انهارتد لكل هاي الفيتشرز. راح نشوف شلون بالإمبليمنتيشن نسوي عملية الانهارتد. نفس الشيء مثلا للشيب، تو دايمنشن شيب، كل التو دايمنشن شيب لهم بعدين، سيركل، سكوير، ريكتانجل، واتيفر. واضح؟ تو دايمنشن، هم تو دايمنشن. واضح؟ ف اني تو دايمنشن سبيس شيب كان بي انهرتد فروم تو دي شيب. بعدين تبدي السبيسيفيك، ليش؟ لانه كل 2D كل 2D شيب الفورمولا لحساب الاريا واحد تختلف عن الثاني. ونفس الشيء بالنسبه للسيركمفيرنس للمحيط، المساحه والمحيط معادلات تبدي تختلف حسب الشكل. واضح؟ وتبدي فاردر تصنف فاردر تصنف حتى تنقل هذه الفيتشرز بطريقه ايزي بدون ما تعيد كتابتها. يعني اكثر فيتشرز بالاوبجكت اورينتد تخدم المبرمج بالريوزابيليتي. ريوزابيليتي يعني الفيتشرز اللي موجوده تقدر تكتبها اونلي وانس، تستخدمها ماني تايم، اونلي بوان سنتنس تسوي لها انهرتد اللي هي انهرتنس. هاي ان جنرال فائده الانهرتنس اخوان، ان جنرال فائدتها الكلاسيفيكيشن. من يكون عندي مجموعه اوبجكت اكو مشتركات بيناتهم، هاي المشتركات راح تكون كلها بكلاس واحد، هذا الكلاس يسموه بيز كلاس. واضح؟ خلي شويه نبدي نكتب مصطلحات. ما اعطونا يعني وضحنا جنرال بيربوس. صوتي واضح اخوان؟ سمعوني؟ نعم استاذ واضح. جيد جيد. هسه راح ندي للاصطلاحات. هذا الجنريك كلاس اللي قلنا نخلي بيه كل الخصائص العامه المشتركه بيها الاوبجكت، شو يسموه؟ بالسي بلس بلس يسموه بيز كلاس. بيز كلاس. اوكي؟ هاي تسميته بيز كلاس. الكلاس اللي ياخذ الفيتشرز يسوي انهرتد من البيز كلاس يسموه شنو؟ درايف كلاس. درايف كلاس. اوكي؟ هاي الاصطلاحات بالسي بلس بلس. بالحقيقه اكو هواي تسميات للبيز، مثلا بجافا عاده يستخدموا شو يسموه سوبر كلاس. سوبر كلاس. وكلش جينيريك تسميه كلش عامه يسموه بيرنت كلاس. اوكي؟ هذني كلهن تسميات شنو؟ تسميات البيز كلاس. واضح؟ سواء بيز كلاس او سوبر كلاس او بيرنت كلاس، كلها تدل على انه هذا الكلاس الفيري جينيريك اللي بيه الخصائص العامه المشتركه للاوبجكت اللي راح ياخذون منه
اللي راح يورثون منه الخصائص. واضح؟ الدرايف كلاس بنفس المفاهيم شي يسموه بجافا يسموه سب كلاس. سب كلاس اوكي، سب كلاس او بمفهوم البيرنت يسموه تشايلد كلاس. تشايلد كلاس هذني تقريبا اغلب التسميات للبيز والدرايف كلاس. بس احنا يعني بالسي بلس بلس كاصطلاح يعتمدون على البيز والدرايف. واضح؟ اوكي. البيز اللي هو الفيري جينيريك كلاس بالخصائص المشتركه العامه اللي حكيناها، مثل كلاس بيرسون على سبيل المثال. هنا بيرسون، كلاس بيرسون، بيرنت كلاس، كلاس مثلا شيب اوكي، اكزامبلز هذن على سبيل المثال. اوكي هذن بيرنت كلاس ان جنرال فيري جينيريك كلاس. اوكي زين، التشايلد كلاس مثل شنو؟ مثل مثلا اكزامبل ستودنت دكتور مثلا سيركل and so on. واضح؟ هاي أمثلة اللي سب كلاس اللي تاخذ من البيرنت كلاس. هسه ان جنرال كمفهوم البيز كلاس والدرايف كلاس، واضح اخوان؟ واضح ان جنرال شنو مفاهيم الفائدة من الانهيرتنس بالدرجة الأولى هي الكلاسيفيكيشن. نعم كوثر ستار رفعت إيديها. هو واحد رافع؟ لا أستاذ واضح. لا أستاذ بالخطأ ما أعرف. آه جيد 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 جيد. ماكو سؤال إخوان لحد الآن؟ أوكي هذه المفاهيم. خلي نرجع شلون نسوي إنهارتنس بسي بلس بلس. اوكي العمليه بسيطه جدا. عندنا كلاس، راح نبدي دائما بامثله جدا بسيطه حتى نفهم شنو يعني فكره الانهيرتنس. اوكي فعندي كلاس مثلا بيز، هذا الكلاس البيرنت او السوبر كلاس اسمه بيز. هذا البيز كلاس خلينا نقول بخصائص اي انتجر وجي على سبيل المثال. هذني شنو هذني هسه؟ برايفت بابليك شنو؟ برايفت. برايفت ليش؟ لانه ما كاتبين الاكسس سبيسيفاير مالتهم. اذا ما نكتب الديفولت هو برايفت. ممتاز جيد. هسه هنا راح مثلا اجي اقول اسوي لي فانكشن سيت للاي والجي. اي جي زين، خلي اقول انتجر اكس، هنا انتجر واي، واعطي قيمه. اعطي قيمه للاي ايكوال اكس وجي ايكوال تو واي. زين هاي سيت للباراميتر، اكيد نحتاج ريتيرن تايب لانه هاي داله. زين void function show show ايش راح اسوي لي؟ راح اسوي لي display لل i و j i equal i و j equal to line. اوكي هاي فانكشن ديسبلاي. خلي هذا النت تو فانكشن كافيات. هسه راح شنو اسوي؟ هذا كلاس فيري جينيريك كلاس بي اي وجي وبي تو فانكشن، فانكشن سيت وفانكشن ديسبلاي. راح يصير عندي كلاس ثاني راح اسوي انهيرتنس من كلاس بيز، بما انه
الكلاس اللي يسوي انهيرتنس من البيز اسمه درايف، راح نسميه درايفد. اوكي درايفد. شلون اسوي انهيرتنس؟ باستخدام كولون، هذين النقطتين وراها الاكسس سبيسيفاير. الاكسس سبيسيفاير للانهيرتنس يعني اما بابليك او برايفت، هذين نعرفهم، واضح؟ بس خلينا نبدي دائما من كل جينيريك. بابليك، بابليك هنوب شنو؟ اسم الكلاس اللي اسوي منه انهيرتنس اللي هو بيس، واضح؟ هسه صار عندي كلاس درايف مسوي انهيرتنس من بيس. من سوى انهيرتنس، انتبه علي، هسه كل حكينا راح يدور على شنو؟ على هذن الخصائص مال الكلاس بيز. راح تجي بالدرايف لو ما تجي بالدرايف، شنو اللي راح يجي وشنو اللي ما راح يجي، وشنو اللي يقدر يستخدمه درايف مباشرة وشنو اللي ما يقدر يستخدمه، وشنو البوبليك راح يجي بصورة بوبليك، شنو راح يجي، كلها تعتمد على نوع الانهارتنس ونوع الاكسس سبيسيفاير. اخوان هنا للباراميتر، هنا عدي الاي والجي برايفت بالنسبة للبيز، والست جي والشو شنو نوعهن؟ بوبليك. اوكي جيد. راح يكون عندنا فد فيتشرز واحده، خلينا نقول كي تابعه للدرايف كلاس بابليك، يكون عندنا constructor مثلا اي على سبيل المثال k equal a و دال عندنا show k حتى نميزها انه هاي تابعة للدرايف، سوي لي display element للk فقط. see out k equal k and done. اوكي اخوان، يعني تقريبا 5 دقائق بعد ونرجع نكنك مرة ثانية على نفس اللينك. اوكي ان شاء الله هذا انتهى الوقت مال زوم. جيد، هسه عندي هاي التو كلاس، اجي على الفانكشن مين اوكي زين. هسه جاي ابني خل اقول اوبجكت من بيز بي، هسه لهنا اوكي اخوان اقدر ابني اوبجكت من بي لو لا؟ ها اي نعم استاد، ماكو مشكله، ما عندي مشكله. ها اي عادي استاذ، هو الكمبيوتر راح يعطيني غيرك. اوكي طبعا الكومبايلر مثل ما قال مرتضى، الكومبايلر هو يعطيني اذا انا ما كاتب اي كونستركتر، ما طول ما كاتب اي كونستركتر الكومبايلر راح يعطيني، واضح؟ فما اعتقد اكو مشكله. خلينا نشوف inheritance. اوكي شنو صار عندنا in function start main ليش هيك اوكي inheritance.cpp minus اوكي
اوكي كومبايل اوكي انهرتنس ما مسوى انا اي شيء. بالتاكيد اقدر ابني اوبجكت، اقدر استدعي الببليك ممبر لكلاس بيز مباشره يعني السيت اي جي والشو كذلك اقدر استدعيهن. شلون؟ باستخدام دوت اوبريتر مثلا هنا اعطيهم قيم 2 3 يعني مثل ما كنا نسوي بنفس الطريقه. يعني البيز كلاس اذا سوى له انهرتنس اي درايف كلاس البيز ممكن تستخدمه بنفس الاسلوب نفس الطريقه اللي كنا نستخدم بيها البيز. ما يهمه يعني البيز اذا واحد مسوي منه انهرتنس راح يصير بيه تغيير، ما يصير بيه اي تغيير. وبالحقيقه شو يسمون هاي العمليه؟ يسموها انه البيز كلاس هاز نو نوليدج اوف درايف كلاس. اوكي يعني الدرايف كلاس هو اللي دا ياخذ الفيتشر، هو اللي دا يحس بالتغيير، هو اللي راح تنضاف له تفاصيل، واضح؟ اما البيز كلاس اذا تريد تستخدمه لون هو از ات از ما يتاثر بغض النظر عن هاو ماني كلاس يسوون انهرتنس من هذا البيز. واضح؟ هاي واضحه بالنسبه لنا. الشغل كله راح يصير وين؟ بالدرايف كلاس. هذا ما بي اي تغيير، فنقول درايف دي. هسه هذا سؤالي اخوان، بس انتبهوا وياي هنا الحكي هسه اللي راح احكيه جدا مهم. من اجي اسوي انهرتنس لبيز كلاس باستخدام public access specifier كل ال private member، انتبه علي، كل ال private member للبيز كلاس، منو هنا ال private member مال البيز كلاس؟ اقصد على اليمن الاي والجي. الاي والجي ممتاز. الاي والجي كل الـ private member للـ base class إذا كانت الـ inheritance public are not accessible. خليها قاعدة ببالك. إش ما راح نحكي عن inheritance؟ كل الـ private member للـ base class هم not accessible بغض النظر عن نوع الـ inheritance. حتى لو صار الـ inheritance private خو بعد يعني الريستريكشن اكبر من الببليك. واضح؟ فما طول الممبرز هما برايفت بالبيز هما مو اكسسبل بداخل الدرايف. شنو يعني مو اكسسبل؟ هسه راح نشوف شنو معناها مو اكسسبل. زين، كل الممبرز الببليك للبيز كلاس، من هما الببليك؟ سيت اي وسيت جي. اذا الانهرتنس ببليك راح يكونون public member للدرايف كلاس. يعني هسه set i j والشو ايش راح تصير؟ راح تصير member للكلاس درايف. وشنو نوع الاكسس سبيسيفاير مالتهن؟ public. اوكي؟